حقق مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي انجازا جديدا في التزامه بتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المسؤولة والموثوقة من خلال الامتثال لمعيار الجودة الدولي ايزو 23800 94. ويؤكد تطبيق مركز سمو الشيخ ناصر للمعايير الدولية مدى قدرته العالية وكفاءته على إدارة المخاطر المرتبطة بتطوير وتنفيذ ونشر الحلول المستخدمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي كما يمثل الالتزام بمعيار الجودة الدولي خطوة رائدة على مستوى المملكة في ضمان الاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي ويمهد الطريق للمؤسسات الأخرى في هذا المجال لتعزيز عنصر الثقة في الحلول المصممة بشكل آمن